الأحماض العضوية وما أدراك ما الأحماض العضوية؟ الأحماض العضوية هي عبارة عن مجموعة من الأحماض بتدخل في منتج بتعمل عملية تنشيط لإنزيمات الهضم، تنشيط للبكتيريا النافعة، ضعف حركة مرور العلف في الأمعاء فيحسن من استغلال العلف داخل الأمعاء، وبالتالي بيرفع معدل التحويل. الأحماض العضوية بتقلل الإسهالات، بتحسن جودة وطعم الفراخ. كل دي مميزات جميلة جدا، ده غير طبعا ما ننساش انها بتقلل نشاط البكتيريا النافعة، وده الغرض من حلقة النهاردة. هنعرف النهاردة ما هي الجرعة المناسبة لاستخدام الأحماض العضوية. دول أشهر منتجين من الأحماض العضوية في دولة الإمارات بدون ذكر أسماء طبعا. هناخد من كل منتج جرعة مثلا نص سنت على اللتر، ونشوف هل البي اتش اللي احنا عايزين نوصل لها هنوصل بأي منتج أسرع. تحديد درجة البي اتش هي دي الدرجة اللي عندها البكتيريا بيقل نشاطها. هنزل لحضرتك على الشاشة دلوقتي كل بكتيريا بتنشط عند بي اتش كام، او بتتوقف عن النشاط عند بي اتش كام، علشان انت تبقى فاهم مش حافظ. طيب هل اللي انا هعمله ده هيناسب حضرتك؟ لا، انت هتعمل زي عندك في المزرعة، يعني انت هتجيب برضو الجهاز بتاع البي اتش ده من على امازون او على نون. الجهاز ده حضرتك بقى هتستخدمه ان انت هتحط الجرعة على كل لتر مية زي ما احنا عاملين دلوقتي كده، ادي لتر مية هنا اهو، وادي لتر كمان، وبعدين هنحط من ده نص سنتي على اللتر مثلا، ومن المنتج ده نفس الكلام، ونشوف طيب درجة البي اتش اللي احنا عايزين نوصل لها كام. زي ما انت شايف على الشاشة درجة البي اتش المفضلة ان انت تستخدمها هي المفروض تكون 4. عند 4 معظم البكتيريا صعب ان هي تنشط في الوسط ده، لكن انا وجهة نظري ان احنا نخليها 5 طول الدورة، لانك هتستخدم الاحماض بقى من اول يوم لاخر يوم عدا ايام التحصينات وعدا الايام اللي فيها مضادات حيوية بتتعارض مع الاحماض. هو في مضادات حيوية بتتعارض مع الاحماض؟ ايوه، هنزل لحضرتك على الشاشة بعض يعني جدول ما هي المضادات الحيوية اللي تفضل انك تنزلها مع الاحماض واللي لا تفضل انك تنزلها مع الاحماض. فاحنا دلوقتي بعد ما هنختار المنتج اللي هو حسب التركيبة، يعني انت بتشوف ده تركيبته ايه وده تركيبته ايه، ان هون انت محتاجه. طيب بعد ما اخترنا، تعالى مثلا نفترض ان احنا اخترنا منتج من الاتنين علشان نوفر وقت حضراتكم، يعني هنختار مثلا المنتج ده. طيب انا عايز اعرف الجرعة كام، بروح جايب سرنجة واخد مثلا من المنتج ده نص سنتي، تمام، نص سنتي، واروح حاطط نص سنتي على اللتر، هنقلب شوية كده وتصبر دقيقة أو دقيقتين. يبقى أنت بتجيب الجهاز بقى أهو، الجهاز أهو بيبدأ، إن أنت هتلاقيه على نون إن شاء الله، اللي بتروح جاي طبعا حاطه فيه المية، لكن بتسيبه دقيقة كده يعني على إنه بياخد وقت شوية على ما يقرأ البي اتش بتاعت المية. ويفضل انك تقيس تاني بعد مرور 6 ساعات، يعني تانك المياه مثلا ممكن يقعد معاك 6 ساعات، يفضل انك تقيس برضه البي اتش بعد 6 ساعات، تشوف هل المنتج بتاعك شغال فتره طويله ولا في اي مشكله. طبعا مياه الابار غير مياه المعدنيه، غير مياه الشرب في مصر، غير الامارات، فكل دوله وكل مزرعه لازم بتعمل الكلام ده، وكمان مع كل منتج. انت لو جبت منتج تاني غير، يعني مع تغيير المنتج لازم تغير الجرعه وتقيسها قبل ما تشتغل بيها. ممكن نقلل الجرعة شوية علشان نوصل لرقم 5، يعني ممكن نخليها ربع سنتي على اللتر. تعالوا نشوف لو خليناها ربع سنتي على اللتر، يعني نزود مثلا لتر مية بحيث يبقى كده تقريبا ربع سنتي على اللتر. لما يبقى نص سنتي على 2 لتر معناها ربع سنتي على اللتر. ونشوف البي اتش هتبقى كام. تمام كده البي اتش معانا تقريبا بالظبط 5.2 او 5.3، بتتحرك لسه. تبدأ ان انت خلاص طول الدورة بتشتغل بجرعة مثلا ربع سنتي على اللتر بالمنتج اللي انت حددته. لو احنا اخترنا المنتج ده، نفس الكلام هتعمله في المنتج ده، ممكن يكون التركيز هنا اقل او اكتر حسب التركيبة. وطبعا مياه الشرب غير المياه المعدنيه غير مياه الابار، كل مزرعه بيبقى ليها مياه مخصصه، فلازم انت تقيس عندك على حسب المياه اللي عندك. النقطه الاخيره اللي حابب افكرك بيها، الاحماض العضويه ما بتنزلش ايام التحصينات، خصوصا تحصينات الشرب. يعني انت بتحصن شرب، ما تخليش مياه الشرب اللي هتحصن بيها الفراخ
فيها احماض عضويه؟ لا، ميه عاديه خالص، حط فيها طبعا شويه تلج علشان تقلل حرارتها على قد ما تقدر، بحيث ان هي تحافظ على جوده التحصين داخلها لمده الساعتين اللي انت بتشرب بيهم او بتشرب فيهم التحصين. كده يا شباب نكون وصلنا لنهايه حلقتنا وعرفنا فوائد الاحماض العضويه وعرفنا قد ايه الاحماض العضويه ممكن تزود عمل الانزيمات وبتنشط النمو وبترفع معدل التحويل وبتقلل الاسهالات وبتعالج البكتيريا الضاره. يعني فوائد كتيره جدا، بتحسن طعم اللحم. دايما الناس اللي بتربي وبتحط خل في المنازل والناس اللي بتحط احماض عضويه طول الدوره، طعم الدجاج ممتاز جدا. كل دي فوائد هتحصل عليها. ما انساش طبعا انها بترفع مناعه الطيور، بتساعد حتى في الإجهاد الحراري أثناء موجة الحر. لما تحط أحماض عضوية مع فيتامين سي بتكون التركيبة دي ممتازة جدا في موجة الحر. وقبل ما انهي حلقتنا، اللي حابب يعرف أكتر عن الأحماض العضوية هيلاقي الرابط تحت في وصف الفيديو. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. يا رب أشوفكم دايما في خير وأحسن حال. كان معكم دكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.